تطرق هذا اللقاء التشاوري حول مسودة القانون التوجيهي للنظام التربوي الوطني الذي جمع وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي مع منسقية السدنة اللغة العربية إلى نقاش وطرح الرؤى والتصورات المناسبة من أجل تطوير العملية التربوية. وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي السيد محمد ماء العين وليه بيّن في عرضه أن الأيام التشاورية مكنت من تحقيق إجماع وطني حول تشخيص أوضاع النظام التربوي الوطني وتحليل أهم الاختلالات التي يعاني منها مذكرا بأن الوزارة اعتمدت مسارا تشاوريا حول إصلاح التعليم وتطوير مخرجاته لتتلاءم مع متطلبات العصر الحضور أكدوا أهمية مسودة القانون المطروحة للنقاش مهمين الجهود التي بذلها قطاع التهذيب الوطني من أجل النهوض بالمنظومة التربوية تم هناك كمهتمين باللغة العربية واللغات الوطنية لحضور جلسة تشاور مع معالي الوزير وطول الوزارة لنقاش هذا القانون التوجيهي عن رأينا في هذا الموضوع نثمن هذه الخطوه ان نبدي الاراء ونعبر عن راينا في هذا الموضوع وان يلحق بها ما يمكن ان يلحق بها دون ان يشكل ما دام في اطار ما تم الاتفاق عليه في الايام التشاوريه. في هذا الاصلاح استشارة استشارة كاف الناس وكافه استشارة المعيون بالعمليه التربويه من السياسيين من اهل المجتمع المدني من الوزراء السابقين من المتقاعدين في شركة التفتيش التعليم الثاني والاساسي ثم ثم اشركت الان المنظمات الثقافيه او الهيئات الثقافيه التي يمكن ان تسهم بارائها وبتوجيهاتها وارشاداتها في ايصال هذا النظام التربوي وهذا هذا القانون الى مرساه الاخير وهو خدمة النظام التربوي في هذا البلد وإصلاحه وهو بحاجة الحقيقة إلى الإصلاح منذ سنوات لقاءات وزير التهذيب الوطني واصلاح النظام التعليمي التشاورية مع الاحزاب السياسية والبرلمانيين ورابطات اباء التلاميذ والطلاب وهيئات المجتمع المدني العاملة في المجال التربوي وممثلي نقابات التعليم العمومي والخصوصي تاتي في اطار الحرص على الخروج بتوصيات ومقترحات من شانها تعزيز وتطوير التعليم ليواكب المستجدات ويحقق الامال. يعقوب اللصوفي الموريتانية.